בחלוף 60 ימים מפרוץ הלחימה, כוחותינו מחתרים את מרחב חאן יונס בדרום הרצועה. אנחנו ממשיכים במקביל להעמיק את ההישג גם בצפון הרצועה. מי שחשב שצהל לא ידע לחדש את הלחימה בתום ההפוגה, טעה. בחמאס מרגישים את זה היטב. בימים האחרונים פעילים רבים ובהם מפקדים בכירים בחמאס חוסלו. עברנו בימים האחרונים לשלב השלישי של התמרון, השתלטנו על מעוזים רבים של החמאס בצפון הרצועה, וכעת אנחנו פועלים מול מרכזי הכובד שלו בדרום. The situation is getting worse by the hour. I mean, like, there's intensified bombing going on all around, including here in the southern areas, Khan Younis, and even in Rafah. Even what I've seen over the last couple of days, that we see an vastly increasing number of IDPs coming from the so-called middle area and even now the southern areas towards furthermore to the south. بلشت تهدير البلع طلعت على الانصارات من دير البلع للانصارات اخر مرحله هي وصلت رفح لا غذاء ولا اكل ولا حاجه موجودين في المدارس نزحين والله بننام على البسط برا كل المدارس ملانه هي الشباب انت صايف صفين من اخر الدنيا بيمشي 12 كيلو 13 كيلو عشان نجيب شويه ميه لاولادنا الناس تحت الركام ايش ضل في غزه وين العالم بتفرج فينا لمتى يعني المساء هذه خلي العالم يتفرج اطفالنا هي اطفالنا موجودين على المي بنتها هي موجوده على المي لمتى يوم على دير البلح يوم على الانصارات يوم على خان يونس نزحنا لخان يونس قالوا نطلع على رفح هينا وصلنا رفح مش عارفين وين نروح هي الطرق في الشوارع قاعدين بننام شوف الواقع كثير كثير صعب احنا بنحكي لقيت المحطه تقريبا الوحيده العامله في منطقه رفح بتغذي السكان بالمياه المحلاه بنواجه صعوبه كثير كبيره في توفير السولار ان احنا في وقت شتاء سواء بدنا نحكي عن حلول بديله كطاقه كثير حتكون ضعيفه ما بتقدر تساعد ان هي تشغل لفترات طويله وعدد الناس السكان تضاعف بشكل كثير كبير خلال الفتره اللي فاتت في الايام هذه اضعاف الاعداد اللي فاتت في صعوبة كثير كبيرة في توفير المية، المحطة إذا ما قدرناش نوفر سولار في أي لحظة ممكن توقف، ما حنقدر نوفر للناس أي لتر مية، كثير كثير الوضع صعب حالياً. كل الناس تضحك علينا وتتمسخر علينا. واحد يشوف حالنا. أنا نازح من الشمال من بيت لايا. هاي المحطة الثالثة رحنا على بن السيلة وجينا هنا، الوضع هذا أصعب من حرب فيتنام. وصب من حرب فيتنام وهيروشيما والله يستر ان يجمعونا هنا على العريش باتفاق مع العرب اخر محطه هذه المي بعد 2 كيلو الدور 3 ساعات بيجيك الدور المي بشيل على كتفك لا في غسيل ولا في اكل ولا في شرب أدوية ما فيش أكل ما فيش وضع صعب جدا الحمام كل شهر متغسلش مرة وضعنا صعب أنا اختيار عمري 63 سنة حامل قلن على كتف وزن 20 كيلو على مسافة 3 كيلو بمشي فيه عشان أودي مية We and I think we are close by. It's humanity's darkest hour, and this has been the message I think from WHO, the UN in general. This
bombings and I would say and senseless loss of life must stop now. I mean, we need a sustained ceasefire. Maybe I want to say something about maybe our biggest concern, and that is the vulnerability. The vulnerability of and looking at for a health perspective, the vulnerability of the health infrastructure. So the health infrastructure in Gaza, the health system is crippled.